في الفقرة دي هنتعرف على أبليكيشن اسمها سهولة مع مستر شادي حسام. طيب مساء الخير جميعا. بداية أنا اسمي شادي حسام وأنا الـ Head of Sales and Merchant Acquisition في شركة سهولة. خليني أعرفكم بريفلي كده سهولة بتعمل إيه. سهولة هي Consumer Finance Company وإحنا بنعمل Financial Solutions through الابليكيشن بتاعنا اللي هو سهولة. سهولة إذا وري very well established company, هي موجودة في الماركت من 2019 وإحنا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نعمل financial solutions علشان خاطر نخلي الكاستمر يجو for amazing experience journey في الشوبينج. الشركة بتقدم السولوشنز ديت through المرشنت. المرشنت بتوعنا عندنا في الإلكترونيكس, عندنا في الفينيتشر, عندنا في السيرفيسز, وعلى راس السيرفيسز برودكت هو البرودكت اللي احنا جايين النهارده نقدمه في الايفنت بتاع ايديوجيت, هو الايديوكيشن فاينانس. الايديوكيشن بتاعنا هو فيري سمبل. اي جامعه واي مدرسه موجوده في مصر احنا بنعمل عن طريقها ده. بنعمله عن طريق ان حضرتك بخطوات بسيطة جدا حضرتك بتروح المدرسة او الجامعة اللي حضرتك عايز تدخل فيها ابنائك, بتجيب لنا بس كوتيشن من الجامعة بالمصاريف واحنا بنعمل اكتيفيشن للبيرنتس ثرو الابليكيشن بتاعنا. الابليكيشن بتاعنا من ضمن الحاجات اللي هي بتميزه عن الابليكيشنز اللي موجودة في السوق ان هو حضرتك بتعمل كل ده ممكن وانت قاعد في البيت. حياتك بتعمل ايه؟ حياتك بتعمل داونلود الابليكيشن بتاعنا through الاب ستور او الابل ستور. بعد ما بتعمل ده خطوات بسيطة جدا وdocuments اللي هي موجودة في محفظة اي بني ادم such as الناشنال اي دي, الكار لايسنس, الميديكال انشورنس, whatever. الحاجات ديت احنا بنعمل بيها assumed income. الassumed income ده هو اللي نقدر نحسب عن طريقه الفاينانس ليميت اللي بياخدوا البيرنتس عشان خاطر يتعاملوا معانا في الإديوكيشن وفي كل البرودكتس اللي احنا بنعرضها. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي احنا عايزين نتكلم عليها اللي بتميز سهولة في الماركت ان سهولة إذا very selective في الريسورسز بتاعتها. بمعنى احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبسط الامور في كل حاجه. That's why احنا ما بناخدش من البيرنتس HR letter, مش بيمضي على شيكات, مش بنعمل استعلام عمل, مش بنعمل استعلام عمل منزل. احنا مش بنك, البنوك هي اللي بتعمل كده. الفاينانشال تكنولوجي يا جماعه هو المستقبل وهو اللي بيسهل الامور. That's why انت ممكن حتى يجي لك approved limit وانت قاعد في البيت, بينزل لك instant approval, ولكن بيحصل ده عن طريق الاكتيفيشن بوينتس بتاعتنا. طيب الاكتيفيشن بوينتس بتاعتنا احنا عندنا over 30 activation point through much than 100 person موجودين في السيلز تيم بيعملوا لحضرتك الاكتيفيشن ديت في اي مكان وفي اي وقت. احنا موجودين من اسكندريه لاسوان, عندنا تمركز في حتت كتيره جدا وعندنا السيلز تيم بيعملوا ده. من ضمن الحاجات برضو اللي حابب نتكلم عليها دلوقتي برضو عشان انا شايف في ستودنتس, يعني خلوني اخرج عن الموضوع شويه بس نحاول نعمل انسبايرنج كده للناس. كل الناس بتسمع عن الشركات اللي هي حصل لها ابس اند داون وفي شركات على راسهم في حاجات معينه كده انتوا بتسمعوها زي الفيلير بتاع نوكيا, الفيلير بتاع بلاك باري, صح؟ طيب لازم تبقوا عارفين ان زي ما في حاجات بنسمع عن الفيلير بتاعها, في حاجات احنا سمعناش عن الفيلير وان ازاي الشركات دي رجعت تاني. such as مثلا شركه زيروكس. شركه زيروكس هي اللي اخترعت الاختراع بتاع الزيرو جرافيك, يعني هي اللي اخترعت مكنه التصوير. شركه زيروكس اللي اخترعت الاختراع. شركه زيروكس ديت كانت موجوده and well established من السبعينات وفي الثمانينات للاسف الشركه ديت فلست. كان ايه السبب اللي حصل عشان يحصل ده؟ السبب كان ان هي ما احترمتش وجهه نظر الكاستمر. الكاستمر كان عايز شكل مكنه التصوير من بره يبقى لونها لون مختلف عن اللون الجراي, فبدا يحصل ان الكاستمر
مش عاجبه اللون اللي من بره، اللون الجراي ده. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الشركه فلست في الثمانينات بسبب ان هي ما احترمتش الكاستمر بوينت اوف فيو، وده اللي احنا دلوقتي بنتفاداه. يعني ده فعلا من ضمن الميشن والفيجن بتاعه سهوله اللي هي حاطينها قدام عينينا دايما طول الوقت واحنا بنعمل البرودكتس بتاعتنا، ان الكاستمر بنحاول على قد ما نقدر نسهل كل حاجه بحيث ان هو يجو فور ذيس جيرني بكل سهوله. وعايزين طبعا ان شاء الله نبقى اسم على مسمى. طيب ايه تاني برضو بتقدمه سهوله؟ سهوله بتقدم كل البرودكتس ديت، سواء كانت على مستوى التانجبل برودكتس زي ما قلت الالكترونكس، الفينيتشر، الهوم ابلاينس، وكمان السيرفيس. احنا كمان عندنا more than 2K merchants، وكل التوب نيمز بتاعت البرودكتس ديت عندنا. يعني التوب نيمز اللي موجودين في الفاشن الحمد لله احنا متعاقدين معاهم، التوب نيمز اللي موجودين في الفينيتشر، التوب نيمز اللي موجودين كمان متواجدين في كل المولات اللي موجوده في كايرو. One of the most يعني أنا بشوف إن دي أحسن حاجة بتحصل في سهولة زي ما قلت لكم، resources. resources يا شباب هي حاجة من ضمن أو يعني هي جزء أصيل لأي بيزنس بيحصل. كل البيزنس في أي حتة في العالم لازم يكون متكئ على ثلاث أضلاع: الobjectives، الopportunities، والresources. وبرضو خليني أقول لكم على حاجة من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تبوظ اي بزنس. انت ممكن طبعا تبقى فاهم ان احنا اي حد بيفتح اي بزنس بيبقى اهم حاجة بيفكر فيها ايه هي الobjectives. انا بفتح البزنس ده ليه؟ انا بعمل البزنس ده ليه؟ انا بفتح محل فطير عشان اكسب، انا بفتح كافيه علشان يجي لي زباين كتير. طيب والopportunities، الopportunities هي انت بتفتح فين؟ انت بتفتح البزنس ده في انه مجال؟ يعني انا هفتح محل عصير في حتة ما فيهاش خالص حد بتاع عصير. اوكي، اهم حاجة على الاطلاق هي resources. resources اللي هي انت ما فتحت محل العصير ده وما فيش مكان للناس عشان تركن، انت فتحت المطعم ده وما فيش حتة علشان الناس تبقى في waiting list. كلنا بنروح اماكن والاماكن ديت بتشوفوا ان ساعات كتيرة جدا الناس بتهملها وما بتتكلمش معاها بسبب ان resources بتاعتها بتبقى مش على قد المستوى او على قد ان هي تبقى موجودة في الماركت. That's why أنا من هنا بقول لكم إن سهولة selective جدا 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 في الresources بتاعتها. That's why إحنا عندنا business team هو اللي عمل لنا البرودكت ده، ويعني اسمحوا لي من هنا please إن أنا أشكر البيزنس تيم بتاعنا على البرودكت الجديد اللي هو الإديوكيشن. الإديوكيشن يا جماعة هو بيسهل على الناس كلها إن هي how to pay الانستولمنتس بتاعه المصاريف بتاعتها. وطبعا انتوا فاهمين الكونسيومر فاينانس كومبانيز رافعين الشعار بتاع باي ناو اند باي ليتر. احنا بنعمل ده، ولكن احنا بنعمله بشكل اسهل وبشكل اكتر سهوله علشان خاطر نقدر نسهل على كل الاباء ازاي يقدروا يعملوا ده. احنا بنعمل ده على فكره من 6 شهور لسنه من غير مصاريف إدارية، من غير مقدم، ولكن بفوائد بسيطة جدا على مدار 6 شهور أو على مدار السنة. ده تاني أحب أفكركم ده بيحصل إزاي. ده بيحصل إن حضرتك بتروح أي مدرسة، إحنا مش عاملين تعاقد مع مدارس ولا عاملين تعاقد مع جامعات، أي مدرسة أي جامعة حياتك بتروح، لازم بس شرط أساسي إن تكون المدرسة أو الجامعة ديت ليها رقم حساب بنكي موجود في مصر. ايه اللي بيحصل؟ حضرتك بكل بساطه بتجيب لنا منه كوتيشن مكتوب فيها اسم الابن والسنه الدراسيه ورقم الحساب والمبلغ اللي مطلوب ان حضرتك هتدفعه وتقسطه عن طريقنا. الابلكيشن بيسهل عليك الكلام ده كله. حضرتك بتعمل ده عن طريق الكول سنتر بتاعنا. الكول سنتر بتاعنا الرقم بتاعه موجود في الفلايرز اللي احنا بنوزعها في البوس، يا ريت حضراتكم تشرفونا وتشوفوه. حضرتك بتكلم الكول سنتر وبتعمل ده as a request. الريكوست بيجي لنا، احنا بناخد الاكشن ده within one hour، يعني في خلال ساعة واحدة بناخد الاكشن، ولكن البروسس بتقعد 3 أيام عمل أو 4 أيام عمل ماكسيمم. بتبقى الفلوس مدفوعة في حساب المدرسة وحضرتك بتقسط مصاريف المدرسة عن طريقنا. مرة تانية برضو أحب أفكركم من ضمن
البرودكتس اللي عندنا ان احنا بنعمل برضو فاينانشال سوليوشنز لكل المنتجات اللي موجوده وعلى راسهم البرودكت بتاعنا اللي هو ايديو الايديوكيشن بتاع سهوله. في اي سؤال؟ اتفضل. حد قال استاذ او حد قال حاجه؟ مفيش اي اسئله؟ كله كويس؟ طيب انا عايز اشكر ايديو جيت على الايفنت ده وعايز اشكركم على وقتكم، وتاني برضو انا عايز اشكر البيزنس تيم على الحاجه ديت، وده برضو علشان خاطر ناكد ان احنا very 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 selective resources people. فانا عايز اشكر بكر من البيزنس تيم، عايز اشكر محمد جمال، عايز اشكر شريف الهيد اوف ماركتنج، عايز اشكر الاتش ار، عايز اشكر السيلز تيم بتاعي. المعاني اللي احنا فيها النهارده عشان نقدر نوصل للمرحله اللي حضراتكم شايفينها ديت ما جاتش بصدفه، ولكن اخذت مننا وقت واخذت مننا تعب، والحمد لله رب العالمين احنا قد الموضوع وقد المسؤوليه ديت. وان شاء الله هتشوفوا برضو مع سهوله برودكتس جديده جدا من السيرفيس برودكتس such as ان حياتك ممكن تفاينانس كلينيك مثلا، حاجه عمليه جراحيه، عمليه تجميل، ان شاء الله نوادي، وقريب كمان ان شاء الله اوتو. احنا كمان بنفاينانس كل الحاجات اللي ليها علاقه بالسيرفيس. وكمان مره باكد لحضراتكم ان ده بيتم عن طريق الابلكيشن. الابلكيشن بتاعنا موجود على الاب ستور وموجود على ابل ستور، حضرتك تقدر تعمل داونلود وتجو فور الكويشنير، تاخد الليمت. الليمت ده حياتك بتعمل بي ايه، بتفاينانس بي معانا كل حاجه ممكن حياتك تحب تعملها. شكرا، سيل وقتكم، ثانك يو فيري ماتش.